التساؤل اللي هو كنتسائلوا عليه من المسؤول عن هذه المغارات اللي كاينه بكثره هنا في مدينه تازا واللي تسمات عاصمه المغارات والكهوف؟ واش كنتسائلوا يعني واش هي بحكم انها موجوده في هذا القطاع ديال المياه والغابات واش هي المسؤوله على هذه المغارات هذه ولا وزاره السياحه ولا وزاره الثقافه؟ كنتأسفوا على هذا الحدث اللي وقع، ولكن هذا ما كيعنيش ان يعني المغارات تسدوا بشكل نهائي. احنا كنتسائلوا دابا وكنطالبوا الجهات المعنيه باش يدخلوا بشكل فوري وبشكل استعجالي باش يحلوا لي هذا باش يتخذوا الاجراءات يعني القانونيه وتفتح هذه المغاره في وجه الزوار، لان الاقبال كيكون عليها بشكل يومي. On est passé sur la gauche, là où Wendan il a mis les pieds dans l'eau, et après on est passé là sur ce versant-là. Vous mettez la corde? Ouais, on va mettre la corde, c'est mieux. Donc cette année, on vient un peu plus pour voir, pour les aider à apprendre à équiper en milieu vertical et toutes les contraintes qu'on peut rencontrer dans le milieu souterrain. Déjà bien se connaître soi-même, savoir quel est l'équipement et quel est le matériel qu'il faut avoir individuellement. يعني الحيوانات اللي نافوش كثيره في هذا الخرس لما اللي كيدخل في الشتاء في غادي نلقاو شي واحد مثلا على هذا المكان ما عارفش انا الطريق ديال هذا لا ما غاديش تخدم لا غولاسيون اونتر لو ماروك لا فرانس نوتر اسوسياسيون و وتر كول ولا البواني بلوكر باش تولي تطلع ولا دير داك الساعه تلاصق كورده مع كورده باش تكمل لا ديسون ديالك. الا وقعت الله يحفظ شي اكسيدون في شي مغاره، راه كنقول انا باللي راه ما كاينش عندنا شي ناس اللي محترفين في هذا المجال اللي غيقدروا يدخلوا باش يجبدوا لنا. الله يحفظ الا حضر الا وقعت شي حاجه راه ما غيقدر شي واحد يدخل. لهذا هاد ليكيب ديال سبليولوجي في العالم ولا احنا بعدا في المغرب راه كنفتقروا لها بزاف، يعني خاص واحد ليكيب كتسمى ليكيب ديال سبيليو سكور. المغاره ديال عين العوده هي سهله الولوج، يعني اي زائر واي واحد يمكن يدخلها، فكتعرف بعد واحد التخريب يعني اللي من طرف الانسان بحكم القرب ديالها وبحكم السهول ديال الولوج ديالها. فكما كتشوفوا هاد المؤهلات بالنسبه لهاد لي باتريمون جيولوجيك كيتكونوا في ملايين وملايين السنين. فإلى شفتوا معايا هنايا راه يعني مهرسين هاد لي باتريمون عين العوده.
صغيره يلاه ميم با لهنايا كانوا كيعيشوا في الخوزه فهمتي ان شي ناس مثال هذا كانوا مال افريقيا ماشي في افريقيا شمال افريقيا ماشي